مرحبا. واجهت لين أبو شعر مجموعة من الانتقادات والهجوم من بعد ما شاركتها الريل على صفحتها على انستغرام لإطلالتها اللي ظهرت من خلالها بفستان زهري وسكارف زهري، حيث كانت الكومنتات عبارة عن عم بتشوهي هيبة الحجاب وسمعته ومو هيك بينلبس الحجاب. لترد لين بهالستوريات وتوضح أنه هذا مو حجاب، هاد سكارف بينلبس أكتر شي بفرنسا، وكتبت بفهم أنكم عصبين هالفترة بسبب ترند الحجاب بس مش منطق تهاجموني. وهي كانت تقصد دراما سادي وليا ونزعهم للحجاب مؤخرا، فشو رأيكم أنتو؟ انتشر هذا الفيديو من احتفال صبا شمعة مع عدد من المشاهير بدبي بسبب اقتراب موعد زواجها هي وأحمد أبو الرب، حيث كان مكتوب على الفيديو حتتزوج بعد شهر، الله يبارك لها ويتمم لهم على خير، فألف مبروك مقدما لصبا وأحمد. مبروك مبروك يا حياة قلبي، مبروك 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 يا حياة قلبي، مبروك الفرحة فرحتنا. أما نارين بيوتي فانتشر لها هالفيديو مع أختها شيرين وهي تجيب على سؤال أين ترى نفسك بعد 5 سنوات، وكان جواب نارين أنها حتكون متزوجة. أين ترى نفسك بعد 5 سنوات؟ طول بجاوب نفس الجواب، شوف حالي حديقة بيتي مع بيبي وزوجي عم بيعملنا باربيكيو. هاي زوجي. أما غيث مروان فانصدم وتفاجأ اليوم بوصوله لـ6 مليون متابع على انستغرام، فشكر متابعينه من خلال عدة ستوريهات. أعزب كمان مين وصل 6 مليون؟ نفسي أصرخ بس مرة بتصور مرة. وشارك أيضا هالفيديو لأخوه الصغير تيم وكتب لا تعليق I love you bro. فشو رأيكم بهالمقطع؟ تعبت ما بعرف شو صرني، لا لكم نهائيا. شوفوا أرجعت ملتين طبيعي مبسوط، جيت لي من غرفة غيس ما بعرف شو صرني، إن شاء الله بالتوفيق غيس سعرة. أنا فيو شعور غريب إنه عارف شايفين متكلم، حبيت بس أصور هاي اللقطة عشان تكون للذكرى بس وبس. لفيو مبروك غيس. I love you.